اول حاجة في المكونات بتاعتنا معايا كوباية كاملة من الزيت النباتي، وكمان عليهم 3 حبات من البيض بالشكل ده كده، نص كوباية من اللبن البودر اي نوع بس يفضل يكون نوع كويس هيديني نتيجة احلى، معايا كوباية من المية عليها كام قطعة من التلج يعني، او يفضل يكون مية ساقعة متلجة، كوباية من النشا كوباية كاملة، معلقة صغيرة مليانة من الملح، وكمان علشان اعزز الطعم انا معايا هنا شوية من الجبنة حطها كده هديني طعم اقوى، كام شريحة كده لو اتبقى من لو احنا عندنا جبنة اتبقى مننا كام شريحة مفيش اي مشكلة خالص، وكمان عندي كام شريحة من الشيدر، احنا عارفين الشيدر قد ايه غالية جدا، انا حطيت الرومي عشان تعزز بس الطعم، وكده بقى رشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. دلوقتي بقى نضرب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض في الخلاط، بقى الخليط بتاعي بقى جاهز معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده، دلوقتي بس خطوة اختيارية هعزز اللون بلون اصفر او ممكن لو حابينها شيدر اورنج او رومي اللي احنا حابينه، هنظبط اللون على درجة الجبنة اللي احنا عايزينها، وكمان الطعم اللي احنا عايزينه هنزود شوية من الجبنة اللي هنحطها، يعني عايزينها تشيدر هنزود التشيدر اللي معانا، عايزينها رومي هنزود الرومي، طبعا الرومي طعمها اقوى جدا بس هو بصراحة بيظبط طعم حتى لو هنعملها تشيدر، نحط شريحتين كده من الرومي تظبط معايا الطعم. دلوقتي بقى معايا القالب بتاع التشيز كيك دهناه دهنة بسيطة من الزيت، هفضي فيه الخليط بتاعي، دلوقتي حطيت قالب الجبنة بتاعي في قالب اكبر علشان احط القالب بتاع الحمام مائي، دلوقتي معايا ورق فويل هغطي بيه بالشكل ده كده، هحاول ارفع الفويل من على الوش، دلوقتي بقى هحط المية المغلية نص القالب تقريبا وهحطه في الفرن على درجة حرارة 180 ساعة الا ربع، ونختبره لو قعد كمان 10 دقايق ربع ساعة كمان مفيش مشكلة، بس نختبره من اول الساعة الا ربع ونشوفه بالخلة اذا كان استوى ولا لا. كده الجبنة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن قعدت تقريبا ساعة، بتاخد من ساعة لربع لساعة، اختبرتها بالستكس بالشكل ده كده طلعت نظيفة جدا كده تمام، بس مش هقطعها دلوقتي خالص هسيبها تبرد تماما، وبعد كده هحطها في التلاجة تبات ليلة او مش اقل من 6 ساعات، بس هغطي القالب او السطح بتاع الجبنة. وبكده الجبنة بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة نسلكها كده من الحراف ونقلبها مع بعض، نشوف بقى الجبنة بتاعتنا مع بعض قد ايه شكل وطعم، شايفين الفراغات اللي جوه دي زي الجبنة الرومي بالظبط، وطعمها حلو جدا خليط من ما بين الرومي والتشيدر زي ما احنا شايفين كده، القطع متماسكة والريحة والطعم زي اللي بره بالظبط، ومش عايزة اقول لكم احلى واوفر طبعا بكتير، وعملت لنا كمية حلوة قوي. وده شكل قالب الجبنة بتاعنا من جوه، الفراغات حلوة جدا، الطعم والشكل حكاية، والطعم حلو جدا بجد لازم تجربوها، شايفين بقى قطعة الجبنة تحفة بجد طعمها حقيقي حلو، لازم اللي جرب الوصفة وتعجبه يقول لي رأيه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.